السلام عليكم ورحمة الله. كما وعدت متابعي على منصة التيك توك والفيسبوك عن الشركات اللي كيبحثوا عن عمال في إيطاليا، وسمعوا الفيديو حتى الأخير باش تفهموا هاد الشركات هادو تخصص ديالهم، والعنوان غتلقاوه في آخر فيديو. شركة ستراباغ هي شركة نمساوية، تعتبر شركة عملاقة، عندها المشاريع في جميع الدول الاتحاد الأوروبي ومن بينهم إيطاليا، وأنا حاليا كنخدم معاهم، ودائما عندهم النقص في العمال. احنا دابا خدامين في واحد الكانتيري، وهذا الكانتيري هذا غادي غير ببطء. علاش؟ حيت ما لقاوش العمال، وهاد العمال هادو ضروري تكون عندهم المهنة. اولا كيقلبوا على سائقي الشاحنات، غير المكان اللي خدام فيه انايا خاصهم 25 سائق الشاحنات، وهاد الشركات هادو يبحثون عن سائقي الشاحنات، ومن بعد غيدوزوا لهم البيرميات تاع الحفارات، وعمال عاديين، وعندهم المقر ديالهم في مدينة بولونيا الإيطالية في شمال إيطاليا. وشركة أخرى اسمها ألسينا، هي شركة إسبانية، هي أيضا شركة عملاقة، وهي اللي كتعطي العمل لهذه الشركة النمساوية. وهذه شركة ألسينا المقر ديالها في ضواحي ميلانو. كنتمنى لكم التوفيق، وحاولوا تكتبوا لهم في الايميل او تتصلوا بهم على الهاتف اذا كنتوا كتعرفوا اللغة الإيطالية، وكنتمنى لكم التوفيق، وبغيتكم تدعوا معايا. انا ما بغيش منكم الجزاء الا الدعاء، وتحيتي لكم، والشعار ديالنا دائما هو التفاؤل. وخليكم والعنوان في الاخر، انا غنخلي لكم العناوين في الاخر تاع الفيديو. وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعندهم 80 مشروع هنا في انحاء ايطاليا، كيخدموا في الطرقات، حفر الانفاق، بناء مشاريع العملاقة، وبناء السدود. ونحط لكم العنوان في الاخير تاع الفيديو.